على أنغام المشاحيف ينطلق أبناء الهو نحو أعمالهم اليومية، أعمال لم تفارقهم منذ صغرهم وتوارث بعضها من أجدادهم. الرعي بالجاموس وحش القصب وصيانة المشاحيف والتزاور بينهم من أهم الواجبات اليومية التي اعتادوا عليها. والله فايت نجيب ابن الهور، احنا نروح الصبح نطلع الساعه 3 يذن المؤذن، قبل يذن بشويه نصلي وهاي ونروح نجيب نبيع هنا ال 400 شده، هاي مصدر رزقنا هذا. 750 لتر يوميه. ابي عنا بالعماره. اي على النسوان. ما ما صافي، حليب صافي. حليب صافي ياخذ النبي عنا. في الاهوار العائله جميعها تعمل، الآباء والأمهات لمتابعة أمور المنزل المتكون من كوخ بسيط وحاجاته ومستلزماته البسيطة، والبعض الآخر يسوق ما ينتجه من الهور للبيع كبيع القصب والأسماك والحليب. أبوي هنا عايش قبل. إيه. هاي الكوخ. لا مو نفس هذا الكوخ. نفس الكوخ، هم عندنا نفس الكوخ، إحنا بنسقنا اللي جاي. هذا الهور قام يبعد علينا، عود قربنا جاموسات اللي جاي. عم نشف الماي من هين ونقطع قطيعي وظل القليل. ويؤكد أصحاب المواشي هنا في التبايش أن هناك أكثر من 10,000 لتر يخرج من القضاء ويتم تسويقه وبيعه في المحافظات العراقية، مطالبين الجهات المعنية بتوفير مكان ملائم لهذه المنتوجات. من قضاء التبايش إيهاب الخفاجي، قناة التغيير الفضائية.